جولة جديدة من الأخبار من قناة الاتجاه الفضائي، أهلا بكم. واستشهد وأصيب عشرات المواطنين بانفجار عدد من السيارات الملغومة والعبوات الناسفة في مناطق متفرقة من بغداد. ففي منطقة الجدرية استشهد مواطن وأصيب ستة آخرون بانفجار عبوة ناسفة قرب جسر ذي الطابقين، بينما استشهد مواطنان اثنان وأصيب خمسة آخرون بانفجار سيارة ملغومة قرب دائرة لحياة النزهة في الكرادة داخل قرب سوق الخيتة. وللوقوف أكثر سادتي الأفاضل حول طبيعة التفجيرات الإجرامية التي استهدفت مناطق بغداد لهذا اليوم، معي الآن من جانب الكرخ وتحديدا عند منطقة أبو تشير الزميل محمد فاضل. صباح الخير محمد، بداية حدثني حول طبيعة التفجيرات الإجرامية التي استهدفت هذه المنطقة صباح اليوم، تفضل محمد. نعم محمد، يعني الأجواء هنا في منطقة أبو تشير يعني أجواء غير مفرحة، هناك إجراءات أمنية مشددة، قطعت الطرق بالكامل أثر انفجار سيارة مفخخة في وسط المدينة في السوق بالضبط، يعني في سوق أبو تشير. الضحايا هنا لحد الآن غير معروفين عددهم، لكن يقال أن عشرات القتلى، عشرات الشهداء والجرحى ذهبوا جراء هذا الانفجار. أيضا هناك شكوك حول وجود سيارتين يعني اخريتين هنا موجوده في منطقه ابو تشير. هناك يعني صقر بغداد، لاحظنا صقر بغداد يحاول التفتيش عن هذه السيارات، وجدت احدى العبوات ايضا وهم يفككونها الان. يعني القوات الامنيه منتشره بشده هنا في هذه المنطقه. التقينا في بعض المواطنين وبعض وجهاء العشائر وايضا من الشخصيات المعروفه هنا والاعلاميين، اكدوا لنا بان هذه الامور جاءت بعد يعني موضوع اتهام نائب رئيس الجمهوريه طارق الهاشمي، وايضا هناك يعني انباء تتكلم بانه رد ورساله سياسيه على الحكومة العراقية. طبعا المستهدف هو الشعب العراقي فقط. يعني هنا أسأل محمد، هل التفجيرات التي حدثت في منطقة أبو تشير كانت تستهدف مقار حكومي أم أنها استهدفت أماكن لمواطنين؟ لا لا، يعني الانفجار حدث في سوق شعبي في منطقة أبو تشير، يعني لم يحدث قرب دائرة حكومية، لا توجد هناك دوائر حكومية في منطقة أبو تشير، لا توجد سوى دائرة البلدية. لكن الانفجار حدث في سوق شعبي في هذه المنطقة التي تزدحم صباحا ب يعني المواطنين الذاهبين إلى عملهم، وحتى بالأسواق الشعبية كما تعرف أن منطقة أبو تشير منطقة شعبية. لذلك يعني الانفجار حصل قرب سوق أبو تشير الشعبي. الزميل محمد فاضل المتواجد حاليا في منطقة أبو تشير، شكرا جزيلا لك. ونبقى ايضا على الصعيد الامني، فيما استشهد ثلاثة مدنيين واصيب تسعة اخرون بانفجار سيارة ملغومة في شارع عدن بمنطقة الشعب شمال شرقي بغداد. وفي شارع المغرب استشهد مواطنان اثنان واصيب ثمانية عندما انفجرت سيارة ملغومة. وفي العظمية القريبة من شارع المغرب استشهد ثلاثة مواطنين واصيب ستة اخرون بانفجار عبوة ناسفة على قافلة للشركات الامنية. وفي باب المعظم أصيب ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة. وللحديث أكثر سادتي الأفاضل حول التطورات الأمنية في العاصمة بغداد، معي الآن عضو التحالف الوطني السيد هيثم الجبور. بداية، تفجيرات إجرامية استهدفت أكثر من منطقة في بغداد صباح هذا اليوم، أنتم في التحالف الوطني كيف تقرؤون هذه التفجيرات، خصوصا ونحن نعيش حالة من الخلافات السياسية بين القوى السياسية، وأيضا أمام أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ العراق ألا وهي انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نعزي أهالي الشهداء والضحايا، وحقيقة يعني نتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين يعني اصيبوا اليوم في هذه التفجيرات المستنكره والمجهوله. يعني حقيقه الامر هو هنالك ضعف ما زال في الاجهزه الامنيه وقله خبره، وهذه القضيه مشهوده ونشهد بها سواء كنا في التحالف الوطني او غيره من الاماكن. قضيه تربطها بالشغله الامور السياسيه وبالازمه السياسيه الحاصله، لا اعتقد ان هنالك ربط. اعتقد ان الكتل السياسيه جميعها تمتلك الوطنيه وتمتلك الحرص الكبير على ابناء الشعب، وما حصل هو حصل من افراد، ما حصل من اتهامات واعترافات بقضايا تفجير وقتل هي من افراد من بعض قيادات الكتل السياسيه
وليس من الكتلة السياسية بأجمعها. فلذلك حقيقة الأمر يعني هنالك أعداء للعراق وأعداء العملية السياسية وأعداء للشعب العراقي، وهنالك من يريد أن يبقى العراق تحت طائلة الاحتلال ويريد أن يفشل الحكومة ويفشل الأجهزة الأمنية. هؤلاء جميعا حقيقة يعني اليوم يضغطون بهذا الاتجاه ويضغطون باتجاه أن يفشل العملية السياسية بربكها. طيب يعني طيب سيد هيثم، عدد لا يستهان به من الشهداء الأبرياء وعدد أيضا كبير جدا من الجرحى سقط صباح هذا اليوم جراء هذه التفجيرات، يعني من يتحمل الدماء التي سقطت في شوارع بغداد هذا اليوم؟ والله الآن حقيقة الأجهزة الأمنية تتحمل الجزء الأكبر من هذا الموضوع باعتبار المفروض تكون أكثر حذر وأكثر حيطة، وخاصة أنه نحن اليوم أمام تحدي كبير هو انسحاب القوات الأمريكية، وأعين الشعب العراقي وحتى أعين السياسيين هي على الأجهزة الأمنية. نعم. فلذلك المفروض يعني قضية اليوم احنا نرى هنالك رخاوة في بعض السيطرات، ونرى في بعض الأحيان حتى مواكب المسؤولين تعبر من سيطرة إلى سيطرة أخرى من غير السؤال عن هوية المسؤول ومن يركب هذه السيارة ومن يركب تلك السيارة. فلذلك حقيقة المفروض يكونون الأخوة أكثر حذرا وأكثر حيطة، ونحن نتعرض إلى هجمة شرسة، هجمة نعم. سياسية شرسة وهجمة أمنية شرسة. وهناك نعم. أعداء كثيرون يتصيدون بالماء العكر. طيب. فلذلك وكذلك التعامل أيضا مع المعلومة الاستخباراتية مع الأسف نعم. بعض الأخوة في المكالمات الاستخباراتية وعن المخابرات العراقية بعد التفجيرات يقولون لنا بأنه نحن نعلم بالتفجيرات قبل 7 أيام 10 أيام نعم. وقد أرسلنا فاكس وقد أرسلنا برقية. طيب. ولكن لم يتم التعامل معها بشكل صحيح. نحن نعم. نرجو أيضا بأن يكون هناك تنسيق عالي بين الأجهزة الأمنية المختلفة. طيب. فاليوم سيطر الحرس الوطني، سيطر الاستخبارات، سيطر الشرطة، يجب أن يكون هنالك تنسيق عالي بين هذه الأجهزة بأنواعها. يعني طيب سيد هيثم، اليوم يوم دامي عاشته بغداد، وكان قبله العديد من الأيام الدموية التي استهدفت المواطن البريء. يعني بعد هذه الأيام الدموية، أما واجب على القوى السياسية المشاركة في هذه العملية أن تقف وقفة جدية للسير بالبلاد نحو الأمام؟ والله يا أخي نحن تحت القسم، سواء كنا برلمانيين أو غير برلمانيين، نحن أقسمنا بالله أن نصون وحدة هذا الوطن وسلامته وشعبه بأرضه وبره وجوه. ولكن مع الأسف يعني هذا القسم الكثير منا يعني من حيث لا يدري قد حلف بهذا القسم وحلف نعم. بهذا اليمين نعم. يعني المفروض نكون أكثر وعيا وأكثر يعني أن نعي خطورة الموقف اليوم، ونعي ونجعل الله سبحانه وتعالى بين عيوننا بدماء هؤلاء. طيب. شهداء حقيقة. لذلك المفروض نبتعد عن الشخصية السياسية، ونبتعد عن المصالح الفئوية والطائفية، ونجعل مصلحة الشعب العراقي المسكين الصابر. طيب. اليومية حقيقة يعطى قوافل من الشهداء. فلذلك على الكتل السياسية اليوم وبالذات، وخاصة نحن أمام تحدي، إذا انهارت الدولة ستنهار كل الكتل السياسية وستنهار طيب. كل المصالح الشخصية. لذلك عليهم أن يبقوا على الدولة ويبقوا على العملية السياسية، وأن يعوا خطورة الموقف ويعوا هذه الإضافة التاريخية التي نعم. نشهدها اليوم، ونحن نعيش أفراح يعني بأن العراق اليوم خالي من الاحتلال الأمريكي وخالي من هذا الاحتلال الذي جثم على صدورنا أكثر من 8 سنوات. السيد هيثم الجبوري عضو التحالف الوطني، شكرا جزيلا لك. سادتي الأفاضل، نبقى وإياكم والحديث أكثر حول التطورات الأمنية التي شهدتها مدينة بغداد لهذا اليوم. معي الآن الزميل محمد الفهد المتواجد حاليا في منطقة الكرادة. صباح الخير محمد. بداية، منطقة الكرادة حدث فيها تفجير إجرامي استهدف المواطنين الأبرياء، حدثني أكثر حول طبيعة هذه التفجيرات الإجرامية. نعم زميلي محمد، الآن نحن تحديدا قرب موقع الانفجار أو في موقع الانفجار بالتحديد. نعم. هنالك روايات عديدة للموجودين هنا في المنطقة أنه استهدف مكتب النزاهة في منطقة الكرادة بواسطة، البعض يقول سيارة مفخخة يقودها انتحاري دخلت على هذا المكتب في الساعة 7:30 صباحا، يعني قبل الدوام الرسمي بدقائق، فانفجرت هذه السيارة. والبعض يقول انه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في الحادث الامامي لباب المكتب. لكن
حجم الدمار الذي نراه الآن وتهشم زجاج المحلات والمنازل يعني يشير إلى وجود انفجار كبير وضخم، وهو ما يؤكد أن هنالك سيارة مفخخة انفجرت. نعم. نعم. هل لديك حصيلة قد تكون أولية لهذا التفجير؟ نعم. زميلي محمد، اقتربنا نحن، القوات الأمنية لا تسمح بالتغطية الإعلامية ولا التصوير، لكن اقتربت أنا من بعض الضباط وبعض منتسبي الدفاع المدني الموجودين قرب الحادث. لا أحد يدلي بحصيلة معينة للضحايا والشهداء الذين سقطوا نتيجة الانفجار، لكن بحسب الأهالي الموجودين أنه رأوا هنالك عدد من الشهداء وعدد من الجرحى، يعني عدد يصفونه بالكبير، لكن لحد الآن لم نتأكد بالضبط عن العدد المحدد للشهداء والجرحى الذين سقطوا في هذا التفجير. نعم. يعني طيب، حدثنا الآن محمد حول طبيعة الإجراءات الأمنية المتبعة التي كانت متبعة من قبل القوات الأمنية قبل وقوع الانفجارات، وكيف كانت بعد أن حدث هذا التفجير الإجرامي؟ هنالك سيطرة يعني بالقرب من مكان الذي انفجرت فيه السيارة. نعم. لكن حقيقة من أي اتجاه جاءت هذه السيارة لم نعرف لحد الآن، حتى هم الشرطة الموجودين في هذه السيطرة لم يعرفوا الاتجاه الذي جاءت منه السيارة، هل من ناحية كهرمانة أم جاءت من ناحية الجادرية، لا يعرفون. هنالك إجراءات يعني توصف كانت يعني ضعيفة قبل الانفجار، فقط جهاز سونار واحد يفحص العجلات المتوجهة والتي تمر من السيطرة، لكن بعد الانفجار الآن الطريق كله مغلق وهنالك انتشار أمني كثيف وتحليق للطائرات في المنطقة. طيب. وأيضا فقط بس أوضح لك زميلي. نعم. فقط الراجل يعني المواطنين راجلا يسمحون لهم بالمرور. نعم. الزميل محمد الفهد المتواجد حاليا في منطقة الكرادة، شكرا جزيلا لك سادتي الأفاضل. أما الآن ننتقل إلى الزميل عصام السادة المتواجد حاليا في منطقة الشعب. عصام، مرحبا بك. هناك أنباء تشير إلى وقوع سلسلة انفجارات في هذه المنطقة، حدثني أكثر حول طبيعة هذه التفجيرات في منطقة الشعب والمناطق القريبة من هذه المنطقة. نعم محمد، صباح الخير. يعني نعزي اولا عوائل الشهداء الذين راحوا ضحيه هذه التفجيرات الاجراميه. استيقظ اهالي الشعب اليوم على صوت او ضوئي الانفجارات التي حدثت في هذه المنطقه. كانت هناك عبوات ناسفه وضعت في مناطق توجد فيها كثافه سكانيه او منطقه اهله بالمدنيين. اغلب العبوات الناسفه التي انفجرت في منطقه الشعب كانت توضع على الطريق العام. انفجرت عبوه ناسفه في شارع عدن بالقرب من بلدية الشعب. نعم. وهذا المكان عادة ما يكون صباحا مكتظ، لأن هذه المنطقة تكون رابطة ما بين الشعب ومناطق أخرى الحسينية وغيرها وشرق القناة وأيضا كثير من المناطق. أغلب التفجيرات كانت عناوينها واضحة، كان هناك عدد ضحايا كبير، لم نحصل على إحصائيات دقيقة حتى الآن. نعم. وكانت هذه التفجيرات تستهدف المواطنين الأبرياء. نعم محمد. يعني الآن الإجراءات الأمنية كيف كانت بعد وقوع هذه التفجيرات في منطقة الشعب؟ نعم محمد، يعني هي منطقة الشعب منذ فترة ليست بالقصيرة وهي تتعرض لانفجارات واحدا تلو الآخر. يعني هناك كانت خلقات أمنية واضحة بين الفترة والأخرى، تحصل تفجيرات، كثرت التفجيرات في هذه المنطقة. هذه المنطقة منطقة الشعب يعني نوعا ما تشهد استقرارا امنيا ملحوظا، ولكن في الاونه الاخيره شهدت تفجيرات. من المعتاد ان بعد كل تفجير تسرع القوات الامنيه الى عمل او نصب السيطرات ونصب الكمان، وبالتالي تفتيش ووضع طوق امني على بعض المناطق. هناك يبدو ان هناك خروقات امنيه كبيره، ولكن الاجراءات الامنيه والاستخبارات كانت ضعيفه جدا، لان كما ذكرت لك سابقا بان هذه المنطقه يعني نوعا ما تعرف بانها منطقه مستقره امنيا، ولكن في الاونه الاخيره كثرت الانفجارات فيها. لا اعرف لماذا يعني القوات الامنيه لا تضع اولوياتها وتضع جهدها الاستخباري في عمل مستبق ما قبل الاحداث، يعني بعد ما يحصل الانفجار تكون هناك اجراءات امنيه مشدده. نعم محمد.
الزميل عصام سادة مراسلنا المتواجد حاليا في منطقة الشعب، شكرا جزيلا لك سادتي الأفاضل. وللوقوف أكثر حول تطورات الأحداث الأمنية في بغداد معي الآن الدكتور عصام الفيلي الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك سيدي الكريم. بداية كيف تقرؤون توقيت هذه التفجيرات الإجرامية التي استهدفت جموع المواطنين في مناطق متعددة من بغداد؟ تفضلوا. يعني اولا تحيه لك ولكل مشاهدي قناه الاتجاه الفضائيه على هذا اللقاء. علينا ان نتذكر دائما تعودنا في المشهد السياسي العراقي كلما توترت الساحه السياسيه تركت انعكاساتها على الساحه الميدانيه، ويبرز هذا بوضوح من خلال جمله من الاجراءات التي قد تحدث على الساحه. نعم. وكان هذا دائما حقيقه، ولذلك ان الشعب العراقي كان يعي حقيقه هذه المسؤوليه ليس اليوم وانما منذ عام 2003 عندما كانت القوى السياسيه التي تختلف فيما بينها بفعل فشلها السياسي الذريع تحاول ان تلجا الى اسلوب استخدام العنف تجاه كثير من المواطنين، وبالتالي هذا يبعث بحد ذاته مسج او رساله اننا حاضرون في الساحه ومن الممكن ان نقلب العمليه السياسيه ان لم يكن عن طريق اساليب الحوار وانما عن طريق استخدام العنف المسلح في الساحة السياسية العراقية. يعني طيب دكتور، هناك من يقول بأن هذه التفجيرات وخروج عدد من التصريحات لعدد من الساسة التي تحاول إرجاع البلاد إلى نقطة المربع الأول، يعني كيف تقولون وكيف تتحدثون حول هذا الكلام؟ يعني من الثابت والبديهي أن الطبقة السياسية الحاكمة في العراق تعودت دائما أن تكون هي الحاكم والأمر بأمر الله دون أن تفتكر مسألة واحدة وأساسية أن العراق يحكم بكل مكوناته، ولكن علينا أن نتذكر دائما أن هناك مسألة أساسية في هذا الموضوع، أن القوى السياسية العراقية ربما قد لا تكون هي مسؤولة يعني سؤال مباشر، وإنما مكوناتها التي تعمل في كثير من الأجهزة الأمنية التي تحس أنه طالما أن الرمز الفلاني لا يكون فاعلا في السلطة أو أن الرمز الفلاني يكون مهددا او ان الرمز الفلاني معين، وبالتالي تترك حقيقه حتى تداعاتها على الشارع طيب. العراقي. طيب يعني طيب دكتور، بعد هذه التفجيرات التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء ما بين شهيد وما بين جريح، يعني أما واجب على الكتل السياسية والقوى السياسية المشاركة في هذه العملية أن تقف وقفة جدية والسير بالبلاد نحو الأمان؟ يعني يبدو أن القوى السياسية العراقية تعود دائما أن لا تعي الدرس، وبالتالي أنها تعاود يعني حقيقة طالما أن الطبقة السياسية أبناؤها خارج العراق وهم يتمتعون بكل الامتيازات ويأخذون بأموال الشعب، وطالما أن الشعب لم يتخذ إجراء مناسبا فعليا، أنا كنت أتمنى من الشعب العراقي أن يخرج ويسقط كل الطغاة في المظاهرة الأولى، طالما أن هنالك طبقة سياسية لا تعي بأبسط حقوق الإنسان في العراق، بل لأنها الآن الكثير من القوى السياسية تتخذ الشعب العراقي كهيلة من أجل ابتزاز كل يبتز صاحبه وكأن العراق يعني طيب. يوم أمس أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي أنه سيتجه إلى أقرب الخيارات وهي تشكيل حكومة الأغلبية السياسية، يعني هل هذه التفجيرات هو الرد على هذا الكلام حول تشكيل حكومة الأغلبية؟ يعني أنا أعتقد التفجيرات أيضا بها جانب آخر، وهو أن هنالك بعض القوى تستغل هذه التصريحات وتحاول يعني حقيقة الأمر أن تتخذ إجراءات معينة على الساحة من أجل تأجيج الموقف شيئا فشيئا. أما موضوع تشكيل حكومة الأغلبية أو عدم تشكيلها، هذا الموضوع حقيقة يحتاج إلى قناعة سياسية من قبل كل الأطراف، قناعة الحزب الكردستاني، القائمة العراقية وبقية القوى. لذلك أنا أقول موضوع تشكيل حكومة من الناحية الصحية السياسية جائز ورائع، ولكن من الذي يتقبل أن لا يكون في واجهة السلطة؟ الكل يريد أن يحكم، الكل يريد أن يكون في كتلة المعارضة، الكل يريد أن يستلم السلطة، وبالتالي على هذا الأساس لا أحد يقتنع. ليس هنالك مفهوم أغلبية وأقلية، فالآن هنالك مفهوم مكون، كم هي حصتي من الإدارات العامة، من الوزارات، من وكلاء الوزارات؟ طالما أن ليس هنالك قانون حقيقة ينظم طبيعة مؤسسات وهيكليات الدولة العراقية.
الدكتور عصام الفيلي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. سادتي الأفاضل، أما الآن ينضم معي الزميل بشار رفاق المتواجد حاليا في جانب الكرخ تحديدا عند منطقة العلاوي. أهلا بك بشار. بشار، هذه المنطقة حدث فيها انفجار إجرامي استهدف المواطنين، حدثني أكثر حول طبيعة هذا التفجير الذي وقع في منطقة العلاوي، تفضل بشار. نعم محمد، في حقيقة الأمر يعني استهدفت منطقة العلاوي صباح اليوم بحدود الساعة 8 صباحا بعبوات ناسفة، يعني كانت الحصيلة 4 شهداء و15 جريح. طبعا يعني انفجار هذه العبوات يعني لم تكن ضد قوات جيش او شرطه او بالقرب من المؤسسات الحكوميه التي تقع بالقرب من منطقه العلاوي، كانت المنطقه مشرطه بالمره من المواطنين. يعني الاجهزه الامنيه فور يعني بعد عفوا عمليه الانفجار كثفت من اجراءاتها بشكل كبير، مما ادى الى حدوث الزحامات في حركه السير. كذلك يعني في لقاء اجريتها مع المواطنين قبل قليل ابدوا امتعاضهم مما يحدث في الشارع، يعني خاصه في العاصمه بغداد وما يحدث على الساحه السياسيه، ان هذه التفجيرات لم تكن بمعزل عن الازمات التي تشهدها العمليه السياسيه، الساحه السياسيه اليوم لم يستبعد وجود يعني ايادي خارجيه امريكيه وتفجيرات خاصه يعني تقع يعني بفتره زمنيه قريبه من الانسحاب الامريكي وخروج قوات الاحتلال. يعني طيب بشار، تحدثت حول الاجراءات الامنيه، كيف كانت طبيعه هذه الاجراءات في منطقه العلاوي بعد وقوع هذا التفجير؟ نعم، انت تعرف يعني محمد ان منطقه العلاوي فيها اكثر من مؤسسه، وزاره يعني وزاره التربيه الخارجيه، مؤسسات حكوميه مهمه، يعني تم تكثيف الاجراءات بشكل كبير في هذه المنطقه. يعني وهي منطقه استراتيجيه تقع وسط بغداد، يعني هناك نقاط تشيش في الشارع و للجيش والشرطه مشتركه، اجراءات مشدده يعني ضد السيارات، تفتيش العجلات وغيرها. نعم. الزميل بشار رفاق متواجد حاليا في منطقة العلاوي، شكرا جزيلا لك. سادتي الأفاضل، معي الآن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السيد قاسم الأعرجي. أهلا بك سيدي الكريم. بداية، يعني أكثر من منطقة في بغداد حدث فيها تفجيرات إجرامية، يعني أنتم في لجنة الأمن والدفاع كيف تتابعون وتقرؤون هذه التفجيرات في ظل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم المشاهدين الكرام، وعظم الله أجرنا وأجركم بهذه الأخبار المرجعة. حقيقة ما حصل في بغداد اليوم له دوافع سياسية واضحة، وأننا في لجنة الدفاع نتابع الموقف عن كثب ومتواجدين في مجلس النواب. نعم. ونحاول إحصاء الأماكن التي تم بها التفجير، وهنالك دلالات واضحة على أن الذي لا يحصل هو له ارتباط مباشر بما حصل للسيد طارق الهاشمي والسيد صالح المطلق، وأنا أحمل هاتين الشخصيتين تداعيات تدهور الموقف الأمني في بغداد هذا اليوم. نعم. يعني طيب سيد قاسم، يوم أمس استمعنا إلى نص كلام رئيس الوزراء نوري المالكي بأن أقرب الخيارات الموجودة لديه هو تشكيل حكومة الأغلبية السياسية في حال استمر وزراء العراقية بعدم حضورهم إلى مجلس الوزراء. يعني هل نستطيع القول بأن هذه التفجيرات جاءت رد لهذا الكلام الذي خرج من رئيس الوزراء نوري المالكي؟ حقيقة تفجيرات اليوم تؤكد لنا ما كنا نقول سابقا، بأن هنالك علاقة وثيقة ما بين المجاميع الإرهابية التي تستهدف أبناء الشعب العراقي وبعض الكتل السياسية المشاركة في الحكومة، وتتخذ هذه الكتل غطاء وجودها في الحكومة وتقدم التسهيلات. وبعد التصريحات الشجاعة لدولة رئيس الوزراء بتشكيل حكومة أغلبية سياسية، إذا وصلنا إلى طريق مسدود مع الشركاء
فكانت هذه ردة الفعل وعلى الاحترافات الحقيقية التي صدرت والاتهامات الموجهة نائب رئيس الجمهورية، وكذلك تصرفات صالح المطلق الذي يعمل على تقويض الحكومة وإسقاط الحكومة من داخل الحكومة العراقية. فالذي حصل هذا اليوم هو أنا أعتقد بالتوجيه وبالإشراف المباشر من هؤلاء القادة الذين لم يؤمنوا بالعملية السياسية قبل منذ 2003 ولحد هذا اليوم. يعني طيب سيد قاسم، هناك ما يقول بأن هذه التفجيرات أيضا تحاول إعادة البلاد إلى المربع الأول، أنتم في لجنة الأمن والدفاع، يعني كيف تعلقون على هذا الكلام ومن يحاول إرجاع البلاد إلى تلك الفترة؟ بالتأكيد القوى الظلامية والتي مرتبطة بالقوات الأجنبية بقوات الاحتلال، انسحاب قوات الاحتلال من العراق أدى إلى خسارة الكثير من هؤلاء المرتبطين بهم، كانوا ينتظرون الدعم الأمريكي ويتلقون الدعم الأمريكي المادي والمعنوي لوجودهم في الحكومة، والحكومة كانت عازمة على تسهيل حركة المواطنين والتقليل من السيطرات وإشاعة الروح المدنية، ولكن الإرهاب ما زال يعمل على إثارة الوضع الأمني والعودة إلى المربع الأول. ولكن طيب، نقول لدينا ثقة كبيرة بالقوات الأمنية وسنعمل على تجاوز الأزمة وسنحاسب وبشدة كل المقصرين وإن كانت درجاتهم عليا في الحكومة الحالية. السيد قاسم العرجي عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، شكرا جزيلا لك. أمنيا أيضا استشهد مواطنان وأصيب 9 آخرون بانفجار عبوتين ناسفتين في منطقة العلاوي، بينما استشهد 4 مواطنين وأصيب نحو 20 بجروح بانفجار عبوتين ناسفتين في منطقة أبو تشير جنوبية بغداد، وإلى الشرق من بغداد حيث استشهد وأصيب عدد من المواطنين بانفجار عبوة ناسفة في سوق شعبي بمنطقة حي الشهداء. وفي تطور لاحق ذكر مراسل الاتجاه أن ما يقارب 10 مواطنين سقطوا بين شهيد وجريح بانفجار سيارتين ملغومتين في حي العامل جنوب بغداد.